كنت معنا السيد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب. سيد زهير مرحبا. مرحبا بك وبالمستمعين والمستمعات. شكرا لك سيد زهير موجود معنا بالهاتف، شكرا على قبول الدعوة الهاتفية. زهير المغزاوي، شنو رأيك اليوم في الساحة السياسية وقت اللي يختار رئيس الجمهورية بطبيعة الحال الذهاب ومواصلة الذهاب إلى الدور الثاني؟ اليوم نعرفه يوم الاختراع، نعرفه تقريبا يوم الإعلان عن النتائج، قد يكون غرة فيفري. إذا الخيار واضح بالنسبة للصلح الجزائي بطبيعة الحال اللي رئيس الجمهورية أكد عليه على أعلى درجة من الأهبة بالنسبة لبرنامجه السياسي، في نفس الوقت قد يكون جزء منه تمويل الصلح الجزائي هذايا للشركات الأهلية. شنو رأيك في كل هذا زهير المغزاوي كمشروع لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد؟ يعني هو بالتأكيد واهب من كان يعتقد أن رئيس الجمهورية سيتراجع عن إجراء الدور الثاني أو عن المضي قدما بما عزم عليه. أيوه. ولكن احنا عندما نقوله في العزم لعزم رئيس الجمهورية ده احنا رأوا أنه ثم مازق اليوم، مازق مساء 25 جويلة في مازق، والمتسبب في هذا المازق هو رئيس الجمهورية في تحديد الأولويات، في إدارة هذه المرحلة، في تشريك في المسألة التشاركية، يعني في القوى التي دعمت هذا المسار. هذا هو اللي عبر عليه الشعب، وكان التعبير المكثف عليه يوم 17 ديسمبر. يوم 17 ديسمبر كان تعبير مكثف بالنسبة لنا نحن في حركة الشعب، نسبة الإقبال الضعيفة جدا على الاقتراع هي تعبير أنه الشعب مش راضي أو مش فرحان بالمسار اللي مش بيرئيس، أو ما يراش أن المسار اللي مش بيرئيس والمسار اللي يأمله هذا الشعب. احنا قبلنا مع الرئيس حتى بعد الدور الأول ونبهنا لكل هذه المسائل، قلنا يجب أن نأخذ الدروس والعبر، يجب أن نصح هذا المسار، يجب أن نعطيه أهمية قصوى للملف الاقتصادي والاجتماعي. ما يزدناش نبقى ونحكيه على الاحتكار، ورغم أن الاحتكار موجود ولكن ليس هو السبب الوحيد، وحتى إذا كان أنت تعتقد أنه هو السبب الوحيد الاحتكار فما عليك إلا القضاء على هذا الاحتكار. يعني الناس مش تأكل كلهم خطاب على الاحتكار. موضوع التشاركية يعني كل هذه القضايا تحدثنا فيها، ما مش تقدم في هذا الموضوع. احنا نرأوا أنه مسار 25 جميلة اليوم في مشكلة، والمشكلة الوحيدة بتاعه هي رئيس الجمهورية، باعتباره كان بإمكانه وما زال لحد الآن بإمكانه أن يذهب بهذه البلد ويذهب بها الشعب نحو المستقبل بطريقة أفضل، بطريقة فيها أولويات واضحة. لأن احنا ما نعتقدوش أن موضوع الشركات الأهلية مثلا شي حل المشكلة الاقتصادية متاع البلاد، ما نعتقدوش كذلك يعني بوضوح يعني أن الصلح الجزائي شيء يتنجم تكون حلول ثانوية، ولكن اليوم على الرئيسي احنا في لقاءات حركة مع الرئيس وفي الإعلام أعطينا وجهة نظرنا شنو المطلوب اليوم على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، وقلنا حتى قبل الانتخابات بتاع 17 ديسمبر قلنا راه مثلا الشعب يمشي الانتخابات وظروفه الاجتماعية والاقتصادية تعبانة وما يراش أفق وما يراش أمل. لكن الحقيقة سي زهير كان هذا زاد في لب سؤالي، أي أفق لهذا المأزق اللي أنت توصف فيه سي زهير؟ غدوة في الأيام فما برلمان، فما مؤسسات، مضي رئيس الجمهورية في برنامج أصبح واضح المعالم. البرنامج هذا هو تقريبا رئيس الجمهورية نزل على الأكسليراتور زهير المغزاوي، يعمل خمسة هو مش يكون فما برلمان. ولكن شوف أنا عندي توصيف وذكرته ممكن ولا نذكره أول مرة، أنا أعتقد أنه إحنا كنا نأمله بوضوح، كنا نعمل أنه 17 ديسمبر يكون فيه ميلاد، مولود جديد، مولود لعملية سياسية جديدة تقطع مع العملية السياسية السابقة اللي احنا في تقديرنا كانت عملية فاسدة وأدت إلى ما أدت إليه. لكن مع الأسف المولود الذي يوم 17 ديسمبر كان مولود عليل، يحتاج هذا المولود إلى بعض الأدوية ويحتاج إلى بعض يعني الإسعافات. هذاك علاش احنا قلنا وقتها بعد مباشرة بعد الانتخابات أصدرنا بيان وقلنا هاي بعض الإصلاحات اليوم يمكن تنعش هذا المولود، لأن العملية السياسية الجديدة احنا في رأينا ما تنجمش تولد بعيد على الناس، وما تنجمش تولد بعملية نخبوية والناس غير مقبل عليها وغير يعني هو أولا هو اللي صار هو البارح، وكل أثبت أن الموضوع مش موضوع مقاطعة، أثبت أن لا موضوع لا مبالاة، أثبت أن الناس ما تراش أن الباقي يصير يهمها.
أو يعبر عليها أو باش يحللها مشاكلها، وبالتالي هي اختارت أنها تبقى في بيوتها يعني. لكن مرة أخرى يفضلك سي زهير باش نجمو نفهمو بالكدا، البعض قد يقول أنه في كلام زهير المغزاوي وإلى قوى سياسية تسعى إلى مساندة رئيس الجمهورية ومسار 25 جويلية هي نوع من الانتهازية. أنا سيد الرئيس مسارك نهار 17 جاب 11%، أنا يا خويا لو كان تعول عليا وتعول على قوايا وقوى أخرى سياسية في البلاد تو احنا نخلقولك حزام سياسي، والحزام السياسي هذا يكون قادر أنه يعاضد 25 جويلة ورئيس الجمهورية. لكن يبدو أن الرئيس ما حشته بحتى حد سي زهير. شوف يا سيدي يا في السؤال هذايا، أنا المدة ذي كل أنا اللي مرة بنت بخرجت نحكي في العلاقة نعرف ونسمع في السؤال هذايا، وسمعت حتى عندكم تحليل اللي ثم قوى عجزت باش تهزم القوى التقليدية فاليوم تطرح في نفسها وكذا. قال هذا عنا صحيح؟ أي وتقال حتى في موش عندكم، وحتى خرجنا احنا البعض من قياداتنا خرجوا تحدثوا على حكومة سياسية وقع تأويل اللي احنا نحبه يشدوا الحكم وغيره. أنا نحب نأكد يعني بس زوز ولا ثلاث نقاط مهمين جدا. احنا وقت حكينا على حكومة سياسية ما مرة ما حكينا على حكومة حزبية. مش بمعنى يا رئيس أعطينا الحكم تود منه البلاد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة 17 ديسمبر 25 جويلية احنا كنا مساهمين فيها. وعديد القوى اللي أنا يعني قلت الكلام هذا عندكم برشا مرات، 25 جويلية هي مساهمة متاع شعب ومتاع تراكمات صارت. وبالتالي كانت عندنا وجهة نظر في نجاح هذا المسار كما غيرنا، وطلبنا بالتشاركية. الطلب بالتشاركية مش معناتها يا رئيس حطنا الحزام بتاعك. أنا قلت في عديد المناسبات لا هو رئيس حركة الشعب ولا احنا حزب الرئيس، ولكن نحن نتقاطع مع السيد الرئيس ساندناه في 25 جميلة كما ساندوا الأغلبية الساحقة من التونسيين والتونسيات، ولكن احنا حطينا شروط النجاح والعبور من المرحلة متاع 25 جميلة إلى بر الأمان. اليوم هنا عبرنا في مناسبات عديدة اللي شروط النجاح اللي مش متوفرة، اللي احنا مع الرئيس ما نش متفقين على انه اولوية الاولويات هو الصلح الجزائي، ان اولوية الاولويات هو انه نمشي للانتخابات باي عدد من الناس يجي تصوت، ومش مشكلة احنا نعتبرها مشكلة. كنا معناتها ما نش متفقين مع الرئيس انه المشكلة القضية الرئيسية بتاع البلاد هي قضية دستورية، رغم أهمية الموضوع الدستوري والجانب الدستوري. هذه قضية عبرنا على عديد المناسبات. فالقضية ليست مسألة امتيازية بقدر ما مسألة رؤية وطنية لمسار 25 جويلية اللي كانوا 90% من التوانسة يساندوا فيه. فيه من خاب ظنه، فيه مش كون عنده مازال عنده انتظارات، فيه مش كون مازال متمسك بهذا المسار. احنا كنا كان موقف حركة الشعب يتطوروا حسب التفاعل. لكن سي زهير يفضلك، انتم كنتوا اصحاب فكره حكومه الرئيس، هي موجوده حكومه الرئيس اليوم يا سي... ما هو اسمعني سي مسر فيك فسر لي مليح. ما حكومه الرئيس مش في السياق هذا قلناها نحن. احنا قلناها في سياق تاع تقييم انتخابات 19، لانه احنا وقت بعد انتخابات 19 خلينا نقول لك بايجاز شديد جدا يعني شنو قلنا. كان تقييمنا الانتخابات 19 وهذا مكتوب وموجود، قلنا هذه الانتخابات فتحت على ازمه وهكا عايشين اليوم الازمه. علاش فتحت على ازمه؟ لان افرزت كتل من حيث العدد متقاربه ومن حيث الاطروحات والرؤى متنافره ومتناحره جدا يعني، وعبرت على عدم رضاها وعدم العمل مع بعض حتى قبل الانتخابات. هذا الانتخابات التشريعيه، قلنا افرزت ما سميناها احنا وقتها بالشرعيه المشتته، وثم شرعيه اخرى اسمها شرعيه رئيس الجمهوريه كانت شرعيه مكثفه هي موجوده اليوم. هي موجوده اليوم. لا الوضع لا مو السياق غير السياق يا سي الياس، السياق غير السياق. وقت حكينا على حكومه الرئيس كان ثم برلمان وغيره. اليوم الحكومه بتاع الرئيس هي موجوده كانت تسمى انت حكومه، لكن ليست حكومه الرئيس اللي قصدناها احنا وقتها. ثم حكومه اليوم مش نفس الشيء. باهي يا سيدي، هي حكومه الرئيس فعلا، هي حكومته باعتباره هو رئيس السلطه التنفيذيه بالامر 117. تقول لي شنو الانجاز؟ نقول لك الانجاز صفر. صفر. طبعا يعني اذا كان اليوم الغلاء كل يوم، اذا كان مواد مش موجوده، اذا كان كذا، فهذا صفر. وانا قلت مش سر، انا قلت للرئيس قلت له راهو العمل الحكومي هذا يحتاج الى مراجعات. مش بمعنى نحتاج الى مراجعه شخص او نحو فلان حطوا عليه، انا مثل اعمق من هكا محتاج الى مراجعه الاختيارات والخيارات بتاع. لا السؤال اللي اعمق من هكا، السؤال اللي اعمق من هكا، الرئيس علاش مخليهم اذا كان صفر انجاز؟
والله ما نعرفش عليه، انا قلت له علاش مخليهم زاد، حتى انا سالت السؤال هذا، حتى انا فيه شنو كانت الاجابه ما لقيتش جواب وافي واضح، لانه في نهايه المطاف الرئيس هو يتحمل المسؤوليه، هو من اختار هؤلاء. شوف سي زهير، خلينا نقدموا شويه ونكونوا واضحين مع الساده المستمعين. يعني لا لا نعرف نعرف نعرف، فريمون فريمون نشكرك برشا، لكن نحاولوا نقدموا شويه. اليوم غدوة اذا كان فما غدوة في الايام فما برلمان، وقد يدعى رئيس الجمهورية إلى تغيير جذري على مستوى الحكومة، صحيح ولا غلط سي زهير؟ قد يكون هذا مطروح بقوة. أنتم معنيين بهذه الحكومة أم لا؟ نحكي حركة الشعب وإلى قوى مساندة، وهل تعتبر أنه هو الخيار الأنسب لرئيس الجمهورية على حد تقديرك في ظل توازنات الجديدة بعد الانتخابات؟ هو في الأصل في كل الديمقراطيات في العالم بعد الانتخابات التشريعية المفروض تفرز حكومات جديدة وفق موازين القوى التي ستفرزها الانتخابات في كل العالم. هذا يعني شوف فرنسا، لكن احنا إذا مستقلين المرة هذه وإذا قوى متشتة على الأفراد ما نعرفوا حتى شيء على توازنات يعني البرلمان. على كل حال هو البرلمان، البرلمان في نهاية المطاف باش تشكل في كتل النظام لا يعني هذا هذا هو يعني نظام البرلمان، هو اللي أنا بطبيعة الحال باش تشكل فيه كتل، وبطبيعة الحال باش يكون برلمان، وبطبيعة الحال من المفروض يكون فيه نقاش سياسي، لكن هذا يتقال للناس اللي قاعدة تقول اللي هو باش يكون مختلف على البقية، حتى شيء ما يأشر أنه نجم يكون مختلف حتى شيء. لا لا يعني نجم يكون حتى فيها أشياء أسوأ، احنا نعرف شنو اللي صار في الانتخابات وشاركنا فيها وباش ونعرفوا بعض النوعيات بتاع الناس اللي باش تكون موجودة في البرلمان مع الأسف الشديد. حتى الرئيس أقر هذا يعني المال وغيره وغيره، ولكن من المفروض بعد الانتخابات تفرز حكومة جديدة وفق موازين القوى الجديدة. شنو رؤيتكم لها في حركة شعب اليوم؟ احنا رؤيتنا ان حكومة سياسية، بمعنى حكومة الناس تفهم في السياسة مش حكومة من الإدارة فقط كما مع احترامي. نمشي يجيبهم سيد رئيس الجمهورية تفهم السياسة، نمشي يجيبهم منين؟ بالكفاءات منين؟ من الأحزاب، من حزامه الحزام حزامه عاوز بيت حزامه ما عمل حتى شيء على الأسف الشديد. أنا أقول لك يعني مع الأسف يعني الرئيس أنه الناس اللي يختاروا من حزامه سواء على المستوى السلطة الجهوية الولايات أو على المستوى المعتمدين أو على المستوى الوزراء، ولذا شنو البديل؟ شنو تختار؟ البديل أنه رئيس الجمهورية يقف مع نفسه وقفة تأمل ويقول راهو الاختيارات اللي عملتها كلها كانت برسك 90% غلطة، ما نجبتش نختار أشخاص يتحطوا في المكان المناسب، راهو التصورات والرؤية بتاع البلاد ماهيش مربوطة في قانون في شركة أهلية هنا وشركة أهلية هناك، مسألة أعمق مالية عمومية تعاني، راهو اليوم عندنا فرص، جاتنا فرص، جاء الرئيس مشى للقمة العربية الصينية اللي تعقدت في الرياض، مشى للولايات المتحده الامريكيه كانت القمه الفرنكوفونيه، كانت القمه نتاع اليابان، الى حد الان ما ريناش حاجه مردود يعني ينجم يخفف الوضع على شعبنا وعلى المواطنين وعلى المواطنات. دونك انا دعوت وما زلت ادعو سيد رئيس الجمهوريه لا تضيع هذه الفرصه على شعب تونس، فرصه العبور من مرحله الفساد اللي مرينا بها ومرحله التردد ومرحله اللي ثوره لم تنجز اي شيء الى امكانيه ان الثوره تنجز على الاقل الحد الادنى من انتظارات التونسيين. انا فما حاجه مش فاهمها سي زهير وماذا بيت جاوبنا عليها ان بول فو بور توت، انا تو اصبحنا اصبح الشيء واضح، معناه قانون ماليه 23 واضح، وخيارات الحكومة التونسية والدولة التونسية على امتداد 3 سنوات القادمة واضح، وقاعدين نشوفوا شنو اللي قاعد يصير في مصر حاليا من قرارات تتم الاقتصاد الوطني. به اليوم شنو ما زال يجمعكم برئيس الجمهورية يا زهير المغزام؟ وقت اللي لا الخيارات تعملت يا زهير قدامكم تعملت، هو وقع على قانون المالية على كل حال يا سي وقع على قانون المالية واضح دونك ماله واضح. احنا بالنسبة لنا قانون المالية عطينا في موقفنا وعبرنا على انه قانون نتاع جباية وعبرنا على خيبة املنا الكبيرة لانه قانون المالية هذايا وحتى التصريحات والتبريرات اللي تقدمت باش تبرر قانون المالية. دونك الحكومة الجاية اللي باش تجي سي زهير ستنفذ هذا البرنامج وستفاوض صندوق النقد الدولي، واضح معناه مش بالضرورة يعني تنفذ، يعني احنا ننتظروا الحكومة الجاية وسنحدد يعني الموقف. احنا وقفنا اني عبرت لك عليه بوضوح، احنا ماناش فرحانين
ما ناش فرحانين بالباقي يصير، نعتبره أنه ثم مأزق كبير، المأزق مسؤول عليه في درجة كبيرة رئيس الجمهورية، لأنه هو يفيد المقود وينجم يقود البلاد في اتجاهات أخرى. ثم أفكار طوباوية لا تؤدي إلى الخروج من الأزمة بل ستعمق هذه الأزمة. أوي مبادرات الاتحاد مثلا، لا نقصد الافكار اللي يطرح فيها رئيس الجمهوريه. مراش مراش ثم مبادره، وانا مانيش من الناس الواهمة انه باش تصير مبادره وباش تصير كذا. اليوم في الوضع اللي عاشته البلاد حنا في وضعيه صعيبه برشا، ستاتيكو، ولا احد قادر على حمل الناس حيث يريد. هذا الواقع ثبت اليوم انه الناس ماهيش حتى واحد موقف. علاش مش الناس كل تتلم وتتفاهم على وين لازمنا نمشيو؟ سامحني والله هذا مطلوب. علاش لا مطلوب على قواعد واضحه. جوستومون هذا يهزني المبادرات اللي مطروحه، منها مبادره الاتحاد، مبادره الاتحاد مع مجتمع مدني، وكانه الاتحاد ما يحب يطبخ لحتى حد، يقول خليوني نعمل المبادره نتاعي، نعطي الخطوط العريضه ومن بعد نستشير فيها الجميع. هل مطروح بالنسبه ليك فكره التفاعل مع هذه المبادره، مبادره الاتحاد العام التونسي للشغل وبقيه مكونات المجتمع المدني؟ والله احنا يعني حكينا مع الاتحاد، انا نشوف نتمنى انها تنجح، ولكن انا راه فيها تروتار الحكايه. كانت تنجم تكون الحكايه دي قبل شويه، وكانت تنجم تكون تؤدي الى نتيجه. وانا كنت دعيت في مناسبات سواء في الاعلام او حتى في جلسات مع بعض الاصدقاء في الاتحاد وفي غير الاتحاد، دعيتهم وقتها الى ضروره الذهاب باتجاه مبادرات حقيقيه. اليوم الوضع اصبح صعب جدا، لانه شنو المبادرات؟ ثم ثلاث انواع نتاع مبادرات. انا حسب رايي ثم المبادرات اللي حتى النهضه وجماعتها يحبوا يرجعوا للحكم ويرحلوا وغيره وكذا، ثم مبادره تكون مع الرئيس وهي مساله صعبه اللي يطرح في الاتحاد اليوم، ولا مبادره باراليل اللي يطرح فيها الرئيس. مبادره باراليل اللي يطرح فيها الرئيس انا ما اعتقدش انها باش تنجح. مبادره مع الرئيس بعد اللي صار هذا الكل في الايامات الاخيره راه فيها صعيبه برشا، تتطلب برشا صبر برشا من المبادرين وبرشا علاش يعني على خاطر الرئيس. على خاطر الرئيس يقول خونه وعملاء مثلا؟ لا مش هذا فقط، لانه وجهات النظر بعدت شويه، لان كان في فتره كانت اقرب وجهات النظر، يعني باش نحكي مع بعضنا ونعملوا مبادره مع بعضنا، مش كيما توا كيما ثلاث شهور التالي. انا كنت اعتقد اربع خمس شهور التالي كانت مثلا امكانيه طرحها كانت افضل بكثير من الان. سي زهير باش نختم معاك الان، خاطر فما نتصور انه جزء من اللي يسمعوا فينا يقول يا اخي اش قاعدين يعملوا الجماعه، اش قاعدين يقولوا، ماني شبيهم سرحين غادي ومبادرات ودرا شنو. يا خويا انا لا خالت لا على قهوه لا على حليب، حياتي صعيبه، عايش في الروج، نقاسي في الشيكات، هبط علي اللوسي من كل بلاصه، اش قاعدين يعملوا؟ هذا مسي الياس الغربي وسي زهير المغزاوي وسي درا شكون وسي درا شكون، وهذا كان قالوسي انا خاطر ساعات ما نقولوش. اي دونك سامحني، اليوم حركه الشعب هي في قلب الرحى على مستوى هالنوع من نقول البرنامج السياسي. أين المفر للجميع اليوم يا سي زهير؟ أنت تحكي على مأزق وكأنه وصلت الزنقة الهرب للجميع. رئيس الجمهورية اختار أنه سير بالنسبة لي القطار لازم يكمل، ينجم يعفس في الأثناء على قوة سياسية ولا خيارات، لكن بالنسبة لي وبالنسبة لجزء من التوانسة هذا هو الحل، زادة سيبوه يحكم. والله احنا ما عندناش مشكله يحكم، هو منتخب، لكن يحكم بـ 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 بما هو بما ينتظره او يحقق ما ينتظره الناس. القضيه مش قضيه الحكم في حد ذاتها، قضيه مش هو احنا كنا يختاروا السياسيين يحقق، لا يختاروا شكون جاده. احنا قبل نقولوا ليس المهم من يحكم، المهم كيف يحكم. يعني القضيه اليوم بالنسبه للتوانسه كيف يحكم التوانسه اليوم كما تحكي انت، يحبوا القهوه ويحبوا الحليب ويحبوا الزيت ويحبوا السكر ويحبوا اي حياه كريمه وكاو نقطه ورجع للستار معناها اي يحبوا على حياه كريمه. واعتقد انه دائما انا اقولها، شعبنا في لا مبالاه في بعض الاحيان هو اذكى من كل النخب. هاكا ما مشاش الانتخابات، النسبة ضعيفة مشات الانتخابات، هاكا اليوم جيشه ما يسمى بالمعارضة أسبوعين هما جيشه ما جاهمش للشارع. دونك هو بالنسبة لي هو هذا موقف رئيس الجمهورية. أنا نعتقد مازلت عنده فرصة، فرصة مش القضية مش قضية المرور بقوة للتجميع، مازلت عنده فرصة لطرح على الطاولة يعني انتظارات الناس الحقيقية، مازلت عنده فرصة للمحاربة الفساد، للمحاسبة، لاختيارات. هذا ياخذ يعني برشا وقت زاد يا سي زهير. ما هو الناس كي ترى بداية المحاسبة، ترى بداية الغيث يعني كما يقول الناس تطمئن وتنخرط في المسار. أما كي ما تراش الناس ثم حاجة موجودة ما تنخرطش في أي مسار.
شكرا لك زهير المغزاوي، بارك شكرا. الله فيك. من عام حركة الشعب بطبيعة الحال على امتداد الأسابيع الآن إلى حدود حتى الانتخابات التشريعية في دورها الثاني، الطيف السياسي باش نواصلوا الاستماع ليه إلى جانب الخبراء، إلى جانب الاقتصاديين، إلى جانب تونس عاملة خيار. بالخيار هذا يعبر عليه، تعبر عليه السلطة الحاكمة في تونس بقوة. دور ثاني للانتخابات التشريعية يصير نهار 29 جانفي، يمكن الإعلان على النتائج نهار غرة فيفري، نمشي من بعد للطاعون فترة صغيرة، ومن بعد كهو يدخل البرلمان الجديد في المعادلة. تنشوف الأيام هذه القادمة حاملة لتطورات سياسية كبيرة سريعة. هذه خيارات يوميا قاعدين نحكي عليها في ميدي شوف في موزايكا فهم، فما شكون يقول فاش قام يوم بعد شنو هذا الكل، تاكسي تياها وفي روتيكس وغيره. اي هذا الكل في علاقه بالتشريع، بالقوانين، باداره الشان العام، باداره السياسات العموميه. شكون قاعد يختار اليوم السياسات العموميه للنقل في البلاد والا للرخص ولا للتاكسيست؟ الكل مطروح، هذا اللي نحكي فيه يومين. ساعات يمكن قد يبدو الحديث عليه طريقة اللي مملة، خاطر تتعاود نفس، لكن هذا اللي مطروح على الغالب. احنا معنيين انه يوميا نقترح عليكم قراءة للأحداث الآنية، الأكتواليتي بوليتيك، انتم تقراوها معنا، وهذا اللي نقترحه على التوانسة كل مرة. فماشي مع الغربال يجي نهار ويخدم الغربال، يعني الغربال بالصندوق يخدم بطريقة ناجعة. الإعلام يتجه مباشرة للمواطن اللي معني بالشأن العام، واللي غدوة يختار مصيره بين يديه. هذا عنا ما عناش ما نقترحه آخر من نص نهار المساعتين يومين في ميديشو.